وش تبي هنا؟ معليش بالغلط. مسوي بالغلط، ما تعرف بابنا من بابكم؟ آسف يا مي، ما نمت زين. يا عمري اللي تشكي ظروفك، أقول لا تسوي فيها دور المسكين ودزها. لا تحكمين على غيرك، وانت ما تعرفين ظروف الناس. خلاص يكفي دراما، انقلع. يهو ايش فيه؟ صلوا على النبي، ايش اللي ساير؟ تعال شوف حل خويك. تعال تعال يا عم. وي عامر، ايش هذا اللي في رقبتك؟ ايش حاطط؟ حطيت قم، لان سمعت الدكتور يقول مفروض ما حد يلمسها. اذا انت كبرت الموضوع زياده حبيبي. لما حطيتك قم انت على الحظه كده كتمتها وخليتها تعفن، حتى كمان راح تطلع لك حبه ثانيه موازيه لها في ذمتك. ايوه، يعني دحين انت لما تنام وتصحى راح تصحى تحصل حبه ثانيه في حلقك. ام عاد، انا اسفه يا عامر اني ظلمتك. الله يشفيك، الله يشفيك. ايش بك يا عامر؟ هدي يوم. هي كلها حبة، تبغى تكشف عنها اكشف، ما تبغى برضو بكيفك. الوقت كفيل يبين لك كل حاجة. الوقت كفيل يعني شلون؟ يعني حبيبي مصيرك مع الوقت، تعرف ايش تسبب لك الحبة. طيب صدق هي بسبب مرض خطير الشمنقة حبش اللي ارسلت لي امس؟ ايوه، وتسبب اقوى من كده. حبيبي انا خالي مجدي، مجدي ديكا، عنده صي الحبة دي، اختها بالضبط. بعد يومين اتنين مسكين من منها طلعت له، تدري ايش سببت له؟ شفاف في الفم، نشفان كده، ما يقدر ينطق. وحتى مسكين لما يوقف يمشي خطوتين على طول طب وطب يطيح، لانه ساعته دوخة. انا نفس خالك مجدي ديكا، فيني نشفان وفيني دوخة. طب وشلون هو تعالج منها؟ وش سوى؟ طفى. وشلون مكيفه؟ لا. وشلون طفى؟ طب مات. توفاه الله. يعني غادر؟ غادر الملاعب. سوينا له عزا كبير وكتبنا لوحة كبيرة كده، المرحوم مجدي ديكا رحمه الله. طبعا الناس جهات وكلهم الله يرحمه الله يغفر له، كان إنسان كويس. أما أنت يا عامر لما تموت عزاك ما راح يكمل حتى نص يوم. ليش؟ وش سويت أنا؟ لأنك متسلط ومتعجرف وما تحب الخير للناس. طيب وش تسوي؟ لازم الناس تسامحك. كلهم عن بكرة أبيهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يا وجيه الخير. اجزاك الله خير، ممنوع التسول. أنا ماني متسول، ماني فقير، أنا فقير إلى الله. ما أبي منكم فلوس، أبيكم تسامحوني وتحللوني. أنا موات يا أخوان، اليوم دنيا وبكرة آخر. تكفون سامحوني وحللوني، اللي أذيته ولا أزعجته يسامحني ويحللني. تكفون سامحوني، سامحوني يا أخوان، سامحوني. الله يرحم والديكم ويكم سامحوني يا أخوان.